نوم. انا كنت فاكره حلاقيكي بتسحي في دموع، انتي ولا على بالك اصلا. يا ستي ما حصلش حاجة. طب ما دام ما حصلش حاجه، ممكن تقولي للواد زعل ليه ومشي؟ بيستهبل يا سكر، بياخد قرارات في حياتنا مهمة ولا كأني موجودة. يا بنت الواد بيحبك، عايز يريحك. طب والغيرة والشك؟ بيشك فيكي؟ عملتي ايه؟ لا يعني مش بالمعنى اللي انتي فهمتيه، بس يعني انا ما كنتش متخيلة ان هو هيطلع كده. انا الغيرة دي يا سكر بتموتني. ايوه، يعني بيغير ازاي؟ من يوم الخطوبة وهو محرج عليا يلبس الخاتم اللي حمادة جايبهولي، وكل يوم يتلكك عشان ارجعهوله. بيحبك فبيغير عليكي عادي يعني. بيغير عليا من حمادة؟ طب ما حمادة ده قدامي من زمان جدا، ولو كنت عايزاه كنت خدته. هو اللي مش واثق في نفسه، مش عارفة هيعمل ايه لما يعرف على عرض الشغل اللي حمادة جايبهولي ده. هو الواد حمادة عرض عليكي شغل؟ اه يا سكر، فيلته الجديدة عايز ناخدها من بابها، دهانات وفرش وكل حاجة. تفتكري هيعرق قبل الموضوع لما يعرف؟ بيني وبينك دي فرصة عمري. والله انا شايفة في الحالات اللي زي دي انك انت تسمعي كلام خطيبك، ما تعمليش حاجة تزعله. ليه يا سكر؟ هو مش حمادة ده زي اخونا ومتربي معانا من زمان؟ بقولك ايه، الشغل شغل. طب انت قلتي لحمادة ايه؟ ما انا لسه ما ردتش يعني، بس هفكر كده واقول. انا شايفة بقى انك انت ما تزعليش حسن وتسمعي كلام، وسيبك من العرض الخايب بتاع حمادة ده. يا بت ما تخربيش بيتك بايدك. يلا تصبحي على خير، نامي كويس وصالحي الواد. انت من اهله.